عينه صابت فرقتنا يا حبيبي بين يوم وليلة. مؤخرا يعني عم فكر بالموضوع صرت هو انه اعمل هوليوود سمايل. بحب حدا يدلعني والله العظيم. بحب احس الدلع على الاولاد. امي كانت مره قالت لي امي حطت لي على الانستغرام كومنت سعودي شلتها عملت بلوك لأمي دقيت اللقطه تهانين ليصيروا مثلي ومثلك بدهم يا حياتي سمي اسعد. هلا في كثير اوقات حلوه كانت بحياتي وفي كثير نجاحات وهالقصص، بس اسعد يوم بحس هيك الفرحه اللي كانت كثير كبيره هي وقتها نجحت ستار اكاديمي، لانه كانت هي البدايه لمسيرتي الفنيه. شحبال الذكرى وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي اشي ميلي قصة حب كيف بلشت خلصت اشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت تعلمنا الحب من ناس. بدي اتجوز اكيد بدي اتجوز وهيدا الموضوع ما راح من بالي من انا وعمري 25 سنه. بدي جوزك. بدي تجوزينا؟ ايه بتجيب لي اولاد افرح فيك. خلص ليك هلا عملت غنيه اسمها كل اثنين، هي غنيه للاعراس. شو بدك احلى من هيك؟ لا لسه رح تجيب لك اولاد هالغنيه. غني منيحه اكيد بغار، بس مش الغير اللي هي اللي بتخنق يعني، بالعكس بفكر كثير بعقلي، بس انه اكيد بغار. ما في حدا بيحب ما بيغار. انا اصلا دائما من وقت لوقت نزل اغاني على البيانو، سو عم بقضيها للساعه شي 2 3 الصبح 4 الصبح عم بعزف بيانو. ما كل شي نحن نوصل من اللي بعد دقيقه، ما كل شي نحن نوصل من ملو بعد دقيقة. Thank you مصر.